طيب الخطوة الأولى اللي بناخذها بسرعة إن شاء الله اللي هو كيف بسرعة ننشأ قاعدة بيانات، كان امتحنا فيها في السمستر الأول اللي هو فقط البيانات الأساسية، كيف تنشأ قاعدة بيانات وتنشئ جداول وتضيف وتتعامل مع أنواع البيانات الأساسية وتضيف معلومات في الجداول. فكان أنشأنا جدول وعدلنا فيه أنواع البيانات وأضفنا بعض المعلومات فيه، هذه كانت المعلومات استخدمناها استخدام قريب لبرنامج الإكسل، بس هذه كانت الخطوات الأساسية. فالحين بنمر على الخطوات الأساسية بس بنضيف عليها، فبنمر على مشروعين إن شاء الله، كل مشروع بيطلع في النهاية من البداية للنهاية بتطلع بحيث أنك تستفيد معلومة معينة مركزة. هذه محاضرة الأسبوع زائد محاضرة الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده بيكون فيه امتحان، الأسبوع اللي بعده بيكون فيه الامتحان الجزء الثاني زائد محاضرة النظري الأسبوع الماضي والأسبوع هذا والأسبوع العكس، بننتهي منه في الأسبوعين بإذن الله. طيب الحين من قائمة ابدأ، هذه زر الأوفيس، حرك الفأرة، أضع فوق زر الأوفيس كالعادة، ستارت منيو قائمة ابدأ هذا الزر الموجود، بعدين أول بروجرامز مايكروسوفت أوفيس، أشوف في برنامج اسمه مايكروسوفت أوفيس أكسس 2017، أضغط على برنامج المايكروسوفت أوفيس. الحين أول ما أفتح برنامج المايكروسوفت أوفيس بيظهر أمامي الحين، لو ملاحظين أنا بصغر الشاشة، لو ملاحظين بيظهر معاك في النصف هنا مكتوب قاعدة بيانات فارغة، نضغط عليها بعدين بنسميها تمرين 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 ثلاثة أو تمرين أي تمرين ثلاثة تمرين ثلاثة تاريخ اليوم كم؟ 2017/03/28. بعد ما تكتب اسم جدول البيانات ملاحظ في الأسفل منها، هذا اسم قاعدة البيانات، في الأسفل منها ملاحظ أنه بيحفظها وين؟ في الدوكيومنتس، موجود هنا في المكان في الأسفل ملاحظين مكتوب الدوكيومنتس، يمكن أضغط هنا وأغير المكان لسطح المكتب ديسكتوب وأضغط على موافق، بعدين أضغط على إنشاء مرة ثانية، أضغط هنا عشان أغير مكان الملف إلى الديسكتوب، موافق، بعدين نضغط على إنشاء. برنامج الأكسس غير عن بقية البرامج، أول ما أنشئ الملف يطالبني بحفظ الملف قبل ما أنشئ الملف، يطالبني مكان لحفظ الملف قبل ما أنشئ الملف، فأنا أول ما أنشئ أحدد مكان حفظ الملف واسم الملف وبعدين أضغط على إنشاء ينشأ قاعدة البيانات. الخطوة اللي بعدها بنبدأ ننشئ بننشئ أول الجداول الأساسية الثلاثة الحين كنا نتكلم عنها قبل شوي في المثال، اللي هو قلنا عندنا جدول فيه بيانات الطلاب، جدول فيه بيانات المساقات، وجدول فيه بنقول عليها الفصول الدراسية، وجدول فيه الفصول الدراسية. فالحين أول ما أفتح برنامج الأكسس أمامي بيعطيني بصورة افتراضية جدول، بيعطيني صورة افتراضية جدول فاضي، فاضي ما في أي شيء. فالحين أنا بستعمل هذا الجدول حاليا، وبعدين من في الخطوه اللي بعدها بوريكم كيف ننشئ الجدول من البدايه. الخطوه الاولى اني انا بروح فوق على كلمه في جدول واحد الموجوده هنا، رايت كليك عليها وضغط عليه حفظ، بسميها الطلاب، بعدين اضغط موافق. الخطوه اللي بعدها اروح على كلمه المكتوب عليها اضافه حقل جديد، هذه المكتوبه هنا اضافه حقل جديد، اضغط عليها دبل كليك، بسمي اسم الطالب او رقم الطالب الجامعي، رقم الطالب الرقم الجامعي، بعدين أضغط على زر الانتر عشان أثبت المعلومة اللي بعدها، بكتب اسم الطالب بعدين بضغط على انتر عشان أثبت المعلومة. الخطوة اللي بعدها بضغط على الجدول رايت كليك إغلاق. الخطوة اللي بعدها مرة ثانية بنروح على إنشاء، بعدين بنضيف جدول ثاني، بنضغط على كلمة، رحنا الحين على علامة تبويب إنشاء، بنضغط جدول مرة ثانية، رايت كليك على اسم الجدول حفظ، بنقول بنسميه المساقات، المساقات، بعدين موافق. مرة ثانية بنروح على إضافة حقل جديد، بنضغط عليها، بنكتب رقم المساق، ضغط انتر، انتقل للعمود اللي بعده اللي هو عشان اضيف بسميه اسم المساق، اسم المساق، بعدين بضغط انتر عشان يثبت المعلومه. الخطوه اللي بعدها بضغط رايت كليك على المساق حفظ، رايت كليك اغلاق. الحين الخطوه اللي بعدها مره ثانيه بنضيف ما يسمى ب بنضيف جدول اخر لما يسمى بالفصول الدراسيه، لما يسمى بالفصول الدراسيه، فبنروح على جداول، بنضغط على بنروح على انشاء جدول، الخطوة اللي بعدها على اسم الجدول رايت كليك حفظ، بيطالبني باسم الجدول بسميه الفصول الدراسية،
بعدين بضغط موافق، بتم حفظ الجدول بهذه الطريقة. الخطوة اللي بعدها بروح على إضافة حقل، بكتب السنة الدراسية، انتر، بعدين بكتب الفصل الدراسي، انتر، بعدين بكتب رقم او رمز الفصل، رمز الفصل الدراسي. طيب الحين بغلق اغلاق بهالطريقة. الخطوة الأخيرة، الخطوة الأخيرة بعد ما انشأنا الثلاثة جداول هذه، بنشأ جدول آخر. هذا الجدول الحين بيكون بعد شوي في 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 شيء فريد من نوعه. الجدول هذا بيجمع معلومات من الثلاثة جداول السابقة، بيجمع جدول من اسم الطالب من جدول الطلاب، وبيجمع المساق، اسم المساق من جدول المساقات، وبيجمع اسم الفصل من الفصل الدراسي، بحيث ان الطالب يمكن يكون عنده أكثر من مساق في فصول دراسية مختلفة، في فصول دراسية مختلفة. فالحين اضغط على انشاء، اختار جدول، بعدين رايت كليك حفظ، اكتب عليها الشعب او اي شعب او مواد الشعب، شعب، اضغط على موافق. اول واحد شو بسميه؟ اكتب الطالب، بعدين اضغط انتر. اللي بعده المساق، الفصل، انتر. فالحين انا عندي كم؟ ثلاثة أعمدة. مرة ثانية، الطالب والمساق والفصل، بضغط على حفظ، رايت كليك على إغلاق. الحين مفترض هذه كلها مهارات أساسية، اللي هو إنشاء جدول وإنشاء أعمدة. ما سوينا شيء للحين، بمعنى ما سوينا شيء جديد من السمستر الماضي. فإذا واحد ما كان يذكر شو اللي أخذناه في السمستر الماضي، هذا اللي أخذناه، ما في شيء. رايت كليك، إنشاء جدول وأسماء وإضافة أعمدة. الحين بنبدأ نتعامل شوي أيضا مع إضافة، بنتعامل مع أنواع البيانات وبنتعامل مع العلاقات.